معكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شفتونا من بعيد وندهتونا فحبينا نحن كمان نجي نشارك معكم. فعلا فعلا احنا من شفناكم زاكروز لان انا من متابعي قناه زاكروز وبشكل مو طبيعي. واو والله الحمد لله الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. احكي لي كيف شايف الجو اليوم؟ مع مين جاي؟ اول شيء من وين جاي؟ احنا من الموصل وسكنه اربيل وجايين بجروب سياحي فعندنا جروب معاه وطالعين احنا ان شاء الله قريبين من بيخال ورحنا على خليفان وطالعين شنقلبان. اول مره بتجي على هالمنطقه؟ لا 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 جاي قبل بس باول جروب اول مره. اوكي كيف شايف ليها وشو اكثر منطقه بتحبها؟ نعم شو اكثر منطقه شو اكثر مكان بتحبه؟ كل المناطق حلوه باربيل وخاصه المصايف. اي نعم. اوكي طيب كيفك عمو؟ الف هلا بيك. انا مرحبا. انت كمان من الموصل؟ انا من الموصل وساكن اربيل صار لي سنتين. صار لك سنتين. هي. اوكي كيف شايف لي الجو اليوم هون؟ والله شيء فاخر يعني بداعة. وين بتحب تروح اكثر؟ وين؟ وين بتحب من المصايف شو اكثر مكان بتحبه؟ كلها حلوة وكلها نحبها يعني. وهسه راح نطلع على بيخال وراح نطلع على شنقلبانا. شنقلبانا ايه. رايح لهم قبل؟ ايه رايح رايح قبل. شو اكثر شيء بيجذبك فيهم؟ والله هي الطبيعة الحلوة يعني الماي الناس فرحانة و لاكو حرب لاكو سياسة لاكو كلها ما تفيد بعد. سلام وأمان. أمان أمان. سلام وأمان. نعم سلام وأمان أربيل سلام وأمان وإن شاء الله الموصل وبغداد ومحافظات العراق كلها أمان يا رب إن شاء الله. لما كنت عم أسأل شو أكثر مكان بيسبك أنت سمعتك عم تقول شنقلبانا. أين رايح لها بس هي حلوة كلها بيخال شنقلبانا القلي هون حلو كلش حلو. تشجعوا الناس اللي بيعرفوكم كمان يجوا لهيك مناطق؟ اكيد طبعا طبعا الشيء اللي ما حد شايفه لازم يجي يشوفه والحمد لله. تمام انت ليش بتتابعنا بشكل مو طبيعي؟ اعطينا السر. والله كون القناه هي قناه اتوقع يعني شو نقول علينا عبر قناه حره صادقه بالكلام صادقه بالاخبار والاعلام مو مثل باقي القنوات متجهه اتجاهات اخرى بصراحه فهي دغري دغري بنحب نسميها. تمام والكادر التقديم والكادر اللي موجود بالقناة ما شاء الله عليه.